خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، و6868 لمشتركي موبايلي. كان عليه الصلاة والسلام من جميل عشرته لزوجاته، وهو الزوج يؤتسى ويتأسى به أنه كان يواسيهن إذا كانت الواحدة منهن حزينة، ويلاطفهن ويراعيهن إذا كانت الواحدة منهن مريضة. فيحاول تعويض من فاتها شيء، كما أن عائشة رضي الله عنها في الحج لما دخل عليها عليه الصلاة والسلام وهي تبكي قال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم، الحيض. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. هذه مواساة، أن يذكر لها ويذكرها بأنه شيء مكتوب ومقدر، وليس عليها فقط، على كل النساء. قال: فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فبين لها الأحكام وكيف تمضي في عبادتها وهي حائض. قالت: فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن، يعني أخ عائشة، فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت. رواه البخاري. فالزوجة تمر بأزمات نفسية نتيجة الدورة الشهرية أو فوات شيء من الأشياء، فهي تحتاج إلى تطيب من عشير صالح، فهو يخالطها ببسمة حانية ونبرة صافية صادقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف قيمة الزوجة الصالحة، ويقول: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. وجعل إتيان الزوجة ومعاشرتها في الفراش ما يؤجر عليه الإنسان، كما ورد في الحديث المشهور الذي رواه مسلم. وقال النووي معلقا على الحديث: فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام، أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي نساءه حقهن من المعاشرة، فيطوف على نساء في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة. قال قتادة: قلت لأنس: أو كان يطيقه، يطيق أن يجامع في الليلة الواحدة 9 نسوة؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. رواه البخاري.
قال ابن حجر: وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال، ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة، لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبا، يعني ليس كثير الأكل ولا عنده طعام كثير أصلا، وكان يصوم ويواصل الصيام ويطوف على زوجاته في الليلة الواحدة، ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدن وجودة التغذية. لكن هذا هو عليه الصلاة والسلام صاحب المعجزات الكثيرة، ومع ذلك ما كان يشغله كثرة التزويج عن العبادة ولا الجهاد ولا تعليم الناس ولا الدعوة إلى الله. عجب. وكان عليه الصلاة والسلام يداعب نساءه ويضاحكهن، وأمر بذلك من أراد التزويج، فقال لجابر بن عبد الله لما تزوج: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه قبل خروجه من البيت، وكان يملك إربه أي حاجته، فلذلك كان يقبل وهو صائم لأنه كان يملك نفسه. فلذلك إذا كان الشخص لا يسيطر على شهوته فلا يجوز له أن يفعل ذلك ولا أن يتعرض إلى ما يفسد صيامه. ومن صور معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته وحسن الملاطفة ما ذكرته عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القدح أو الإناء، فيضع فاه على موضع فيا فيشرب عليه الصلاة والسلام نفس الموضع. فالحائض ليست بنجسة، ولا لعاب الحائض نجس، ولا عرق الحائض نجس، النجس معروف ما هو. ولسنا والحمد لله مثل اليهود الذين إذا حاضت فيهم المرأة اعتزلوها بالكلية. وكذلك تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث: وأتعرق العرق وأنا حائض، والعرق هو العظم الذي عليه بقية من لحم، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام ربما اتخذ رجل زوجته وسادة، فعن عائشة قالت: عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. رواه البخاري. طبعا هذا من قبل عائشة، لأنه من الذي لا يطيق أن يتحرك؟ من الذي يطيق أن لا يتحرك إذا طعن بأصبع في خاصرته؟ ومع ذلك ما تتحرك مع أنها تطعن في خاصرته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نام على فخذها رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه فيه، وربما كانت حائضا، فلذلك قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. رواه البخاري. بل توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجر عائشة، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري الرئة ونحري ودفن في بيتي. فإذا كان رأسه بين سحرها ونحرها رضي الله عنها. متفق عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل مع زوجته من إناء واحد، فمع حيائه الشديد ما كان عليه الصلاة والسلام يترك فرصة هذه المداعبة والمشاركة والملاطفة حتى أثناء الغسل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دعلي دعلي. رواه مسلم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. رواه البخاري. وعن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معها من إناء واحد من الجنابة. إذن المرأة الجنب لا بأس أن تشارك زوجها الجنب بالأخذ من إناء واحد. وكان عليه الصلاة والسلام من إدلاله لزوجته يرخم اسمها، فكان يقول: يا عائش. يوم من الأيام دخل عليها قال: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام.
فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. رواه البخاري. يا عائش، حذف التاء، تاء هذه التأنيث من آخر الكلمة ترخيم للملاطفة،